ثقتي فيك عالية كما هي ثقة المشاهد، أتمنى الصراحة في الأجوبة وذكر ما يحصل بالفعل على حسب المحاور الآتية معنا في الحلقة إن شاء الله. بداية بنعم أو لا، وراح نمر عليها إن شاء الله كتعقيب. عنيد واللي في راسك تسويه؟ نعم. تطمح للعمل في قناة الواقع كمقدم فقرات؟ نعم. الله يحفظ لقمة عيشنا يا رب يا رب، ما تتسلط عليها ان شاء الله. تعشق اللغه الانجليزيه؟ لا. طيب وتفكيري قديم، هذا العمل او الاغنيه هي رقم واحد بالنسبه لك؟ نعم. ليش؟ خليني اطمر على القاعده شوي وناخذ هالمحور يعني نسولف فيه. لانه الجيل اللي انا جيت فيه وولدت فيه جيل ما بين الحديث والقديم، يعني اخذ صفات من الجيل الطيبين على قولتهم ومن الجيل الحديث. اصيل يكره العرض الجنوبيه؟ لا. ميولي نصراويه؟ نعم. اصدقائي الصدوقين لا يتجاوز عددهم 3 اشخاص؟ نعم. الاعلام بالنسبه لي مجرد هوايه؟ نعم. طيب عنيد اللي في راسك تسويه، ايش خسرتك هالصفة فيك؟ العناد أبو سعد زي ما تقول الشيء اللي في رأسي أسوي سواء كان غلط أو صح. واخطيت كثير؟ أوه كثير يا أبو سعد. إيش أكبر خسائرك؟ أكبر خسائري حادثي اللي حصل علي. كنت عنيد يعني صدق مع أمي وأبوي، قالوا لا تطلع، أصريت أني أطلع ورجعت لهم السيارة تالف، وانا ابغى يجيني شلل نصفي. الحمد لله على لطف الله. الحمد لله. طموحك للعمل في قناة الواقع اعديت له؟ نعم. انا جاي في البرنامج هذا اظهر اصيل الشهراني في مجال التقديم، لان في مجال الانشاد اصيل معروف. هل استعملت الاساليب انك تعرض نفسك على الادارة بشكل غير مباشر؟ ايه. ايش الطريقة؟ قدمت فقرات، فقرة جاية في الطريق إن شاء الله. وين ترى نفسك في برامج؟ وضح سؤالك. وضح أمورك يا الحبيب. هل ترى نفسك في برامج حوارية أم برامج مسرح أم برامج حوارية؟ حوارية. نعم. عسى الله يوفقك إن شاء الله. يا رب يا أبو سعد، نتعلم منك. تشجيعك لفريق النصر ولبسك للاتحاد على الهواء؟ أول شيء أنا من عشاق نادي الاتحاد. واتحادي صميم. الدم اللي يجري في عروقي أصفر وأسود، ولكن ميولي نصراوي لأسباب عدة، وهي سببين. أول شيء ميولي لأن اللون الأصفر، أنا من عشاق اللون الأصفر. وثانيا عشان أخوي وحبيب قلبي وتاج راسي نصراوي وعضو شرف ذهبي في نادي النصر اللي هو محمد العلي، نمسي عليه بالخير. أكيد أصدقائي الصدوقين لا يتجاوزون 3 أشخاص، حقبة زمنية وعمر تجاوز 25-26 سنة وحصيلته 3 أصدقاء صدوقين. أبو سعد الله يجعلني أفداك، الوضع هالأيام صعب أنك تلاقي الصديق الكفو. صعب، صعب مرة. تأملت في ناس للأسف حصل أصيل على الخذلان من جهتهم، قدم ما بوسع أصيل لهم لكن ما حصل المردود منهم، عشان كذا اكتفيت بالثلاثة. في المحيط الإعلامي 3 هذولا؟ لا. خارج المحيط الإعلامي؟ لا. يعني لا أصدقاء صدوقين في المحيط الإعلامي الخاص بأصيل؟ لا في، بس أصدقاء صدوقين بعيداً عن الإعلام وبعيداً عن الشهرة وبعيداً عن هذه الأمور كلها، في ناس أصدقاء زمن وأصدقاء حياة. ذكرت أن الإعلام لك مجرد هواية، ليش درست أجل؟ هو هواية، أنت ما خيرتني بعد الهواية، بس أنا هواية ودرست أني أحبه، وشديت عيني في احد التخصصات اللي انا ما احبها عشان احول على التخصص هذا، والحمد لله ربي يسر لي هذا الامر وتحولت عليه. هل ممكن نشوف لقاء اصيل هذا بعد 10 سنوات ونشوفه في مكان